بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحتفل بعيد الربيع، عيد شم النسيم داخل حديقة صنعاء بمحافظة كفر الشيخ. وكما تشاهدون سيادتكم المواطنون خرجوا إلى الحدائق والمنتزهات لتناول الطعام والتنزه والتمتع بالطبيعة الخلابة الساحرة داخل المحافظة. وحرص الجميع على اصحاب اطفالهم، و توجهوا الى حديقه حيوان كفر الشيخ الموجوده داخل حديقه صنعاء الشهيره. وهذه الحديقه عريقه جدا وبها كل الوسائل الترفيهيه اللازمه. هذا لا وعلى وجود مدينه ولا الملاهي يستمتعون بها الأطفال ومن يرغبون من الأسر. وفي هذه المناسبة نقدم التهنئة للإخوة المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة وعيد سعيد لكم جميعا. يوم شم النسيم، وكل سنة وأنتم طيبين.